لاباس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في صحه جيده. معكم مريم، قناه متنوعه جمال طبخ الحلويات، اللي غادي نشارك معكم بريوات يجيو بنان بزاف وسهلين، واكثر من ذلك غادي نشارك معكم كذلك الورقه اللي كتجي زوينه بواحد الحاجه اللي موجوده في كل بيت. نبداو بسم الله على بركه الله، خليكم معايا في الفيديو من الاول حتى الاخر. كنحتاجوا اول حاجه واحد 500 غرام ديال الدقيق، وواحد المعلقه صغيره ديال الملح، وبالنسبه للماء كيكون بارد الماء العادي، وكنخلط به العجين ديالي. العجين ديالي من الاحسن ما ندلكهاش، فقط نجمع العجين وتكون بالماء بارد كيف ما ذكرت لكم. خدت لي غير هذا الكاس، كنغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح ونخليها قاصحه، ما نجريش العجين ديالي. من بعد الزوينات مرتحت لي العجين ديالي، كنجبدها من البلاستيك اللي كنت لويتو فيها، وكنبقى نشكلها على شكل كويرات بهذا الشكل هذا كيف ما غادي نوريكم. غادي نشكلها على شكل كويرات، غادي نستمر بهذه الطريقه ان شاء الله بحول الله، نشكل العجين ديالي ونرجع معكم. خليكم معايا كيف ما شفتوا الزوينات. من بعد ما شكلت العجين ديالي غادي نغطيها بالبلاستيك ونخليها ترتاح واحد شويه، واحد 5 دقائق 10 دقائق، ونرجع معكم. من بعد ما تحت ليا كناخذ شويه ديال زيت نباتيه والنشا او نشا الذره او المايزينا، وكنبدا ندير في طاوله العمل كيف ما كتلاحظوا. كنبقى ندلك بهذه الطريقه، خاص العجين ديالي تعمر بالنشا مزيان بهذه الطريقه، يعني غادي ندلكها بالنشا بهذه الطريقه الزوينات. غادي نبقى نمشي على هذه الطريقه بالنسبه للكويرات كاملين اللي شكلت. غادي ندير النشا وندلك العجين ديالي كامل على شكل دوائر اولا على شكل مربع اللي بغيتو. انا كنفضل دابا غادي ندير على شكل مربع على حساب البريوات، نتوما اي حاجه كتشكلوها بالطريقه اللي بغيتو راه كتجي ناجحه 100%. غادي تستغناو على الورقه الا عرفتوا هذه الطريقه زوينه بزاف بزاف. غادي نكمل ان شاء الله بحول الله بهذه الطريقه، وندلك العجين ديالي كامل ونرجع معكم. خليكم معايا. من بعد زوينات ما دلكت الكويرات ديالي كاملين بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، كنتمنى يكون واضح لكم كل شيء مزيان في لا فيديو. كنجيب واحد الشيطه ونبدا ندهن العجين ديالي بهذا الشكل هذا، الاوراق ديالي بزيت نباتيه، وكندير شويه النشا وكندير عليها الورقه الثانيه، كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي العجين ديالي كامل. فقط للتذكير يعني ما كنديرش كل شيء، يعني العجين اللي درت كامل كندير غير 5 ولا 6 ديال الورقات ونحطهم جانبا، 5 ولا 6 الورقات ونحطهم جانبا، وكنبقى هكا حتى كنسالي العجين اللي الاوراق اللي عندي كاملين. بالنسبه انا خرجت لي شي 25 ورقه اللي خرجت لي، راها زوينه بزاف، طريقه رائعه. غنستمر بهذه الطريقه كيف ما شفتوا. انا دابا درت هنايا 6 ديال الورقات صافي، وغادي ندير عاوتاني نستمر بنفس العمليه. من بعد ما ساليت الزوينات دابا غادي نشد الاوراق ديالي وندلكم غير واحد شويه، ماشي بزاف، ما نبسطهمش بزاف، غير واحد شويه. وغادي نجيب الكسكاس وغادي ندير فيه الاوراق ديالي بهذا الشكل هذا اللي غادي نوريكم. كنقادها غير واحد شويه باش الاوراق ديالي ما كيلصقوش. وضروري البنات ديروا زيت نباتيه، دهنوا بزيت نباتيه وشويه النشا من الفوق، وعاد ديروا الورقه اللي من بعد. دابا الزوينات غادي ندير العجين ديالي كامل الاوراق ديالي في الكسكاس، وغادي نديرهم في البرمه اللي غيكون فيها الماء ديجا ويكون غليان بطبيعه الحال كما كيف ما غادي تشوفوا. البنات جوج دقائق ما تفوتوهاش، غادي تحيدوا الاوراق ديالكم وديروا عاوتاني نفس العمليه، تستمروا جوج دقائق البنات ما تفوتوهاش. واحد المساله راه ما وريتهاش لكم، راه باينه غير هي، ما لان لا فيديو ما سافنيش، ما تصوروش ليا بعد اللقطات. المهم ماشي مشكل، كنبقى نقلب يعني فاش كدوز جوج دقائق كنقلب الاوراق ديالي كاملين. انا راه جاني سخون بزاف، المهم غتحاولوا معها غير بشويه تقلبوها، وبنفس الطريقه غتبقاو تعاودوا في الاول وفي الثالث تساليو الاوراق ديالكم كاملين. كيف ما شفتوا الزوينات هذه هي الورقه ديالي، كتجي ناجحه 100% وزوينه بزاف بزاف. هانتوما شوفوا يعني الايد ديالي والسكين، لون السكين كيبان غزاله بزاف، لا البسطيله ولا البريوات ولا اي حاجه، المملحات اي حاجه زوينه ليهم. سكر كلاصي، وغادي ندير كذلك واحد 4 ديال المعالق ديال الماء زهر. غادي نبقى نخلط ونشوف عيني ميزاني على حسب الكاوكاو اللي عندي. انا عندي هنايا 500 غرام ديال الكاوكاو اللي طحنتها مزيان مع السكر كلاصي، قلت لكم 3 المعالق كبار بداك القياس اللي وريتكم من قبل. وكنبقى نخلط العناصر كامله. انا ما كنديرش البنات القرفه، من الاحسن كنفضل الكاوكاو يكون عادي بلا ما يكون فيه المذاق ديال القرفه في البريوات. كنشكلهم على شكل كويرات بهذا الشكل هذا.
ما بغيتش نطول لا فيديو البنات باش ما يجيكمش طويل. داكشي علاش ما سرعت لا فيديو شويه. كنبدا نشكل الكويرات كامله بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، وكنجيب الورقه ديالي بهذا الشكل. من بعد الزوينات كنبدا نطوي الورقه ديالي بهذا الشكل هذا، وكنبدا نقطع فيها بالسكين كيف ما كتلاحظوا باش نشكل يعني على حسب البريوات. شوفوا الورقه كتجي ناجحه وغزاله بزاف بزاف بزاف، غير جربوها، انا متاكده غادي تنال اعجابكم وغتولي طريقه معتمده عندكم. كيف ما شفتوا الزوينات هكا، كندير واحد شويه ديال الدقيق وشويه ديال الماء، كنخلطهم وكنبدا نلصق بهم البريوات ديالي. ها نتوما شوفوا الطريقه مزيان، كنبدا نلصقها. كيف ما شفتوا الزوينات كنستمر بهذه الطريقه هذه، يعني كندير الكويره ديالي ديال الكاوكاو وكنلوي بهذه الطريقه. انا كنوريكم، كنتمنى يكون واضح لكم مزيان في الفيديو. غادي نستمر ان شاء الله بهذه الطريقه. ها نتوما كيف ما شفتوا كنثبت داك الجنيبات مع الاخر باش كنلصقهم. المهم غنستمر بهذه الطريقه ان شاء الله بحول الله، وغادي نرجع معكم. ودابا الزوينات، انا درت المقله ديالي ديال الزيت تسخن فوق البوطه، ودرت العسل كذلك. العسل درت فيه تسخن فوق البوطه كذلك، النار شاعله وكيف ما كتلاحظوا. غادي نضيف عليه واحد الربعة ديال المعالق كبار ديال الماء زهر بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. غادي نخلي الزيت ديالي سخون بطبيعه الحال، وغادي نبدا نقلي البريوات ديالي. شوفوا البنات البريوات ما تيتحلوا ما حتى شي حاجه، باش تعرفوا الورقه اللي خدمت معاكم ناجحه 100% لاي حاجه بغيتوا تصيبوا فيها تصيبوها في الدار، يعني كيف ما كانت، يعني لي سيغار، يعني بريوات، البسطيله، اي حاجه، مملحات تصلح بهم هاد الورقه، راها غزاله بزاف بزاف وناجحه كذلك. هي المعتمده عندي انا فاش كنبغي نصايب شي شهيوه للدار، هذه هي الورقه المعتمده، غزاله بزاف، غادي تشكروني عليها بطبيعه الحال الا جربتوا الطريقه. غادي نستمر الزوينات بهذه الطريقه كيف ما شفتوا. غادي نقلي البريوات ديالي كاملين. بغيت نوريكم هاد اللقطه باش تشوفوا يعني البريوات ديالي ناجحين 100% ما تيتحلوا ما حتى شي حاجه في وسط الزيت. غادي نقلي كل شيء ان شاء الله بحول الله، وغادي نرجع معكم. خليكم معايا. الشكل النهائي ديال البريوات ديالي الزوينات، شوفوا تيجيو زوينين بزاف بزاف في الشكل وفي المذاق. ما تنساوش تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير، راه لي كومونتير ديالكم تيهموني بزاف بزاف، تزيدوا يشجعوني. كنشكركم بزاف بزاف على الاخوات اللي تيخليو لي كومونتير، تيخليو لي لي لايك، اللي تي بطبيعه الحال اللي مشتركين معايا في القناه، كنشكرهم بزاف بزاف. بالنسبه للاخوات اللي اول خطره تيشوفوا لا فيديو ديالي، ما تبخلوش عليا بالاشتراك، وما تبخلوش عليا بلايك وبشي تعليق زوين، وشكرا لكم بزاف 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 على التشجيعات ديالكم، شكرا بزاف. كنبغي نشكركم بدون استثناء كلكم، كنبغي نشكركم، جزاكم الله خيرا. خليسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وفي وصفه جديده، نتلاقاو ان شاء الله، خليسكم على خير.